اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. واحدة من حسناوات مصر عانت من التهميش وأثارت جدلا وهجوما واسعين إثر مجموعة مواقف سياسية ودينية، لتلقى عليها اتهامات عدة بانتسابها لمذاهب وتيارات محددة. ابقوا معنا لنتعرف على قصة حياة وأسرار الفنانة المصرية حنان شوقي. اسمها الحقيقي سيدة أمين أحمد، ولدت في اليوم 16 من شهر مارس آذار من عام 1967 في محافظة القاهرة في مصر، تنتمي لأسرة مسلمة، وهي من مواليد برج الحوت. عاشت حنان طفولتها في حي شبرا، وعرفت بين بنات وأبناء جيلها بصوتها المميز الجميل، فكانت دائما ما تحضر المناسبات والحفلات الدينية لتطرب الحاضرين بصوتها وتنشد الابتهالات، كما كانت تشارك في إلقاء الشعر في مدرستها، لتبدأ حينها ميولها إلى عالم الفن، ويغدو الغناء هواية تمارسها في كل مناسبة. بينما لم تكمل نجمتنا ربيع عمرها الثامن، انعقدت مسابقة في مدرستها للمشاركة مع أبلة فضيلة، ومن بين مجموعة من المشاركين في تلك المسابقة اختارت الأبلة عددا محددا، وكانت حنان من ضمنهم، لتشارك في البرنامج الإذاعي الطفولي الشهير غنوة وحدوتة، وقدمت أغنيته حينها متبوعة بمجموعة أغان لبرامج تلفزيونية عديدة. كما حاورت حنان الفنان فريد شوقي في أحد البرامج التلفزيونية بينما لم تتم الربيع العاشر من عمرها، وكانت لها مشاركات عدة بأدوار صغيرة في مسرحية فارس وبني خيبان ومسلسل ليالي الحلمية. وبعد إتمام مراحلها الدراسية التحقت حنان بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه، لتبدأ فترة التسعينيات اللامعة في مسيرة نجمتنا، حيث تألقت فيها من خلال مشاركتها في أعمال درامية وتلفزيونية عديدة ومهمة، كان أبرزها مسلسل البخيل وأنا أمام الفنان فريد شوقي، ومسلسل ليالي الحلمية بجزئيه الرابع والخامس. أما سينمائيا فقد كان للأفلام النصيب الأكبر من موهبة حنان التمثيلية، حيث شاركت في أفلام عدة، نذكر منها فيلم دماء على الإسفلت، وفيلم الإرهابي الذي حققت فيه شهرة مضاعفة، إضافة إلى فيلم مربط الفرس الذي كان بمثابة سلم صعودها لتكون واحدة من نجمات الصف الأول في مصر. كما قدمت حنان مسرحيات عدة، أبرزها مسرحية أهلا بكم في السجن، ومسرحية الوظيفة لا تزال في جيبي. اعتكفت حنان شوقي بعيدا عن الفن، وتغيبت عن الشاشات فترة من الزمن، ليتضح فيما بعد أن سبب ذلك يعود إلى انغماسها في إحدى المدارس الدينية واتباعها للمذهب الصوفي بطريقته الخليلية. وبعد سؤالها عن سبب تعمقها واتباعها لهذا المذهب، صرحت أنها حلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، وبحسب قولها كانت رؤيتها ظاهرية. تزوجت حنان شوقي من شخص يدعى هشام الشلقاني
شقيق السيدة هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً، فسرعان ما انفصل عن بعضهما البعض. والجدير بالذكر أن حنان بقيت مطلقة حتى يومنا هذا دون أن تنجب أي أطفال. وفي إحدى لقاءاتها صرحت أنها عاشت أسوأ فترات حياتها عند وفاة أخيها عام 2012، فدخلت في صدمة حزن لم تتمكن من تجاوزها بسهولة. أثارت حنان شوقي الجدل إثر زيارتها لقوات الحشد الشعبي في العراق برفقة الفنان أحمد ماهر، كما انتشرت صورها مرتدية زي مقاتليه ليتصدر اسمها القوائم الأكثر بحثاً في تلك الفترة، وينقض عليها وابل من الاتهامات التي تتمحور حول نشرها وترويجها لطوائف معينة على حساب أخرى، الأمر الذي نفته حنان مؤكدة أن الحشد الشعبي تنظيم يضم أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه لمحاربة الإرهاب الذي يفتك بالعراق بحسب تعبيرها، مضيفة أنها ستقف وراءهم وتؤيدهم دوما، وستعيد تجربة السفر إلى العراق كلما سمحت لها الفرصة لتساند الحشد والشعب والحكومة ضد ما يتعرضون له. وفعلا أعادت حنان الكرة مرة أخرى بصحبة الفنان محمود الجندي، حيث احتفلت برفقة قوات الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه، لتوجه إليها موجة أخرى من الانتقادات الهجومية والتي واجهتها بفيديو أصرت فيه على رأيها، حيث قامت بمدح مقاتلي الحشد مؤكدة على نصرهم متمنية السلام لبلدهم ولباقي البلدان العربية. كما أكدت حنان أنها ستشارك في فيلم من إنتاج الحشد الشعبي العراقي، والذي سوف يحمل رسالة هادفة ضد الطائفية. وكعادتها المثيرة للجدل، عادت حنان إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تداولت الصفحات الفنية أخباراً عدة حول خلاف جمعها بشركتي إنتاج كانتا قد رفضتا إعطائها كامل حقها من أجور أحد أعمالها، لتتوجه حنان بمناشدة للرئيس السيسي مطالبة بحقها كونها مواطنة مصرية، مضيفة أنها توجهت بطلبها لنقيب الفنانين الذي نصحها برفع شكوى، الأمر الذي تجاهلته حنان باعتبار أن القضية ستكلفها الكثير من المصاريف والتي تضاعف أجرتها التي ستحصل عليها. الجدير بالذكر أن حنان كانت قد قدمت دورها في مسلسل الأب الروحي عام 2018 وتوقفت عن العمل من بعده، وهي ما تزال تعاني من تهميش واضح في مشوارها الفني.